نتوسع في بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب موسى، أنت مبدع واستمر بنجاحاتك وإنجازاتك قبل البرنامج وفي البرنامج وأكيد خارج البرنامج. طموحاتك متجددة وأنت شخص تمشي على خطة ثابتة، ونتمنى لك التوفيق. وترى فعلا أنت تمشي على خطة ثابتة من قبل تدخل برنامج. اللهم لك الحمد، بيض الله وجهك. وجهك أبيض، توفيق الله. خلاص عن إذنك يا موسى برجع لك. خذ راحتك، عطني دقيقتين بس. خذ راحتك. طيب الآن أبو علي جالس يحضرنا الكنافة مثل ما أنتم شايفين يا جماعة الخير. قربونا شوي الله لهينكم. هذه كنافة البستاشو. نعم. وكنافة بالجبن. بالجبن. والكنافة الثالثة بالقشطة. بالقشطة. يا جماعة الخير أنا مسؤول عن هالكلام هذا، والله إني جربت الكنافة هذه خصوصا البستاشو. بتاكل لك كنافة شيء طيب. إذا أنت في الرياض مر المطعم على طريق الملك عبد الله في حي الملك فيصل، ولا لا؟ نعم نعم، في حي الملك فيصل على طريق الملك عبد الله. الآن المطعم طالع على او يخش اونلاين، توصيل موجود، توصيل ادخل على اونلاين. الكاشه طالع على التلفزيون على الشاشه قدامكم يا جماعه الخير. لا جاي يوم روح اخذها لك وروح تعشوا. في عروض، في عروض جباره يا ولد. روح بس روح قل حنا جايينك من طرف قناه الواقع. ابد والله اني ضبطكم ابو علي. ابد اقول على ابو علي. هاي ابو علي اكيد والله. بيض الله وجهك. اللي يجي من طرف قناه الواقع جعلك تسلم على كل حال. مره ارقام ارقام التواصل طالع عندكم على الشاشة يا جماعة الخير. احجزوا قبلها. وعندهم كذلك الأونلاين. عز الله أنك تأكل لك أكل يجمل. طيب موسى حبي كيف حالك يا حبيبي؟ يلا حية. مرحبا برأي الصوت الطيب. الله يسلم طول عمرك.